بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات جامعة السعيدة قسم الصيدلة مختبرات صحة مجتمع. اليوم إن شاء الله بنكون في المحاضرة السابعة في محاضرة الكسور والخلع. بنعرف إن شاء الله مع بعض ما هو الخلع، بنعرف ما هي الكسور، بنعرف إن شاء الله مع بعض علامات وأعراض الكسور وما هو الإسعاف الأولي في حالة الكسور وفي حالة الخلع. المحاضرة التي تليها إن شاء الله بتكون عن الجبائر والأربطة، فهي تعتبر محاضرتين مع بعض مندمجتين، كلا مكمل المحاضرة تكمل المحاضرة الأخرى. إذن مثل ما تكلمنا بنعرف إصابات العظام والعضلات بشكل عام. كما تشاهدون الهيكل العظمي، وهنا بشكل عام يظهر لنا الهيكل العظمي، وهنا شكل الهيكل العظمي مثل ما تشاهدون. إذن تعرفنا على الهيكل العظمي، هذا الجهاز العضلي، تعرف على العضلات المسلز. إذن الآن بنبدأ المحاضرة الرئيسية بعد ما عرفنا شكل الهيكل العظمي وشكل العضلات. الكسور هي عبارة عن انقطاع في استمرارية العظم، أو بالأصح حدوث خلل في الأناتومي، في الشكل التشريحي، ناتج عن قوة تفوق قدرة تحمل العظام الطبيعية، مثل الكسور التي تحدث نتيجة الأكسيدنت، نتيجة حوادث السير، أو قوة معتدلة تفوق قدرة العظام الغير طبيعية على التحمل ككسور عظمة الفخذ الفيمورال فريكشر، خاصة عند مرضى المصابين بهشاشة العظام الاستبروزز، أو هو ناتج عن قوة صغيرة متكررة أدت إلى إرهاق العظام معا لوقت معين، مثل كسور الإجهاد التي تحدث عند العدائيين أو عند الرياضيين. إذن عرفنا ما هو الكسر، وعبارة عن انقطاع في استمرارية العظم، وعرفنا بأن هناك عامل مسبب لحدوث قوة أكبر من قوة العظم عدت إلى كسر أو تهتك في العظم. إذن ننتقل إلى المحور الثاني، بنعرف مع بعض ما هي إصابات العظام والعضلات. تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا الكسور، في معايا كسور كلوس فراكشر مغلقة، وفي معانا كسور أوبن فراكشر كسور مفتوحة. النقطة الثانية من إصابات العظام الخلع الجزئي ديزلوكيشن. إذن في معايا فراكشر وفي معايا ديزلوكيشن. الخلع الجزئي يسمى سبلوكيشن. الديزلوكيشن هو الخلع، سبلوكيشن الخلع الجزئي. بنعرف كل فقرة على حدة. النوع الرابع أو القسم الرابع هو التمزق العضلي، يحصل معايا مصير ربشر، تمزق للعضلات.
بالتالي عرفنا تعريف الكسور، وعرفنا انقسام إصابات العظام والعضلات تنقسم إلى 4 أقسام. الآن بننطلق ونعرف مع بعض أول جزئية من أقسام إصابات العظام والعضلات. إذا قلنا الكسور، في معايا كلوس فريكشر، الكسور المغلقة هي عبارة عن كسور غير مصحوبة بجرح مفتوح على سطح الجلد، وبالتالي لا يوجد فيها جرح ولا يوجد نزيف. وبالتالي لو قلت لك أيهما أخطر، الكسر المغلق أو الكسر المفتوح، أكيد الكسر المفتوح أخطر لأنه بيكون مصاحب للنزيف. إذا الكسر المفتوح هو كسر مصحوب بجروح مفتوحة في الجلد وبروز طرفي العظمة المكسورة من الجلد. إذا الكسر المفتوح هو عبارة عن كسر مصحوب بجروح مفتوحة، يوجد نزيف، تعرض العدوى. إذا أنا كمسعف أولي من أهداف الإسعافات الأولية منع حدوث المضاعفات، فما يتحولش الكسر المغلق إلى كسر إيش؟ مفتوح. إذا الكسور المفتوحة مثل ما تكلمنا هي خطيرة لاحتمال حدوث النزيف وكذلك تلوث الجروح أو الالتهابات. إذا نلاحظ في الشكل، لاحظوا معايا في الشكل في العظمة الآر، في العظمة الخاصة باليد الأرنر، في معايا هنا عظمتين. إذا في الإكسري بتكون واضح الصورة بهذا الشكل، لاحظوا معايا. إذا الإصابة واضحة كما في الشكل، لاحظ معايا، في معايا أكثر من شكل. إذا هنا في الصورة كمان فيمورال فراكشر، الكسر موجود في الفخذ، وخاصة قلنا الرياضيين ممكن يحصل معاهم، ممكن يحصل مع هشاشة العظام، ممكن يحصل مع كبار السن. إذا عرفنا ما هو الكسور بشكل عام، بننتقل إلى السبلوكيشن، الخلع الجزئي. الخلع الجزئي السبلوكيشن هو حدوث شد وتمزق في جزء من الأربطة التي تحيط بالمفصل. إذا في معاه مفاصل، خاصة المفاصل الكبيرة مثل الشولدر، مفصل الخاص بالكتف جوينت الموجود في الشولدر، أكثر المفاصل عرضة للإصابة هو مفصل الكاحل والركبة. بالتالي السبلوكيشن خروج بالأصح جزء من المفصل، لكن هناك أربطة لا زالت محيطة بالمفصل، وبالتالي لا يسمى خلع كامل، يسمى خلع جزئي. مفصل هنا أمامنا في الصورة، شايفين الإصابة في جزء من المفصل، بقية الأجزاء تعتبر متصلة. لاحظ معايا في الصورة، إذا صورة واضحة توضح لنا مكان الإصابة، لكن في ارتباط بقية المفصل، وبالتالي يسمى سبلوكيشن، خلع جزئي. لاحظ. أما بالنسبة للخلع بشكل عام ديزلوكيشن، إذا سبلوكيشن خلع جزئي، ديزلوكيشن خلع بشكل كامل. إذا الخلع
لو قلت لك عرف الخل هو عبارة عن انتقال إحدى العظام أو المفاصل المكونة للمفصل من مكانها الطبيعي، بمعنى انتقال طرف العظمة من داخل المفصل إلى خارجه، وهذا غالبا بيحدث قلنا في الشولدر جوينت في عظمة الكتف أو المرفق. تالي لابد ما نفرق ما بين ديزلوكيشن الخلع والسبلوكيشن الخلع الجزئي. كما يمكن تقسيم الكسور يا شباب بناء على عدة أمور، منها ما هو متعلق بالأناتومي نمط الكسر، إذا كان الكسر أفقي أو مائل تالي يسمى الكسر المائل، أو ممكن يجي لي كسر بشكل حلزوني أو كسر بشكل متفتت، ومنها ما هو متعلق باستقرار الكسور، فهناك كسور مستقرة وكسور غير مستقرة، نقصد بالمستقرة البسيطة وغير المستقرة الكبيرة، ومنها ما هو متعلق باتصال العظام بالسطح الخارجي اللي هو الجلد. هناك قلنا مثل ما شرحنا سابقا كسور مغلقة، وفي معايا كسور ايش؟ مفتوحة. إذن إصابة الجلد اتصال العظام بالسطح الخارجي، ونعرف نفرق ما بين الكسر المفتوح والمغلق أو الكسر المائل والحلزوني والمتهتك أو المتفتت. طيب يا شباب بنعرف ما هي أعراض الكسور. معي أربع أشياء رئيسية في أعراض الكسور. يجي معايا المصاب إذا كان واعي يشكي من ألم شديد، إذا كان واعي conscious بيشير مكان الإصابة سواء كان كسر مفتوح أو مغلق، بالتالي باشرة بيمسك على يده أو على رجله مكان الإصابة. كذلك قصر أو تغير في شكل الطرف المصاب بيكون بيقولنا deformity تغير في الشكل. كذلك تورم في مكان الكسر بسبب النزيف. كذلك ممكن نلاحظ الكدمات وهو تجمع الدم تحت الجلد، وهذا في الكسور المغلقة. إذا لاحظ معايا في الصورة، لاحظ رجع الصورة من جديد. إذا خروج المفصل عن مكانه الرئيسي، شايفين عظمة الشولدر عظمة الكتف بسبب الإطاحة والضغط على الاتكاء على يد واحدة فقط. إذن عملية عكسية دخول وخروج، معناته خروج المفصل من مكانه الطبيعي. إذن قلنا الشولدر عظمة الكتف، وكذلك العظمة الثانية غالب الإصابة معظم الإصابات في الكاحل أو الركبة، شايفين معايا في الصورة واضحة جدا. إذن عملية عكسية، العملية تعتبر عملية عكسية بسبب الضغط الشديد، أو عظمة اللي تسمى الهيد تبع الفيمورال رأس عظمة الفخذ ممكن يحصل معايا ديزلوكيشن أو سبلوكيشن. إذا الضغط قوي جدا تحصل إصابة. لكل فعل رد فعل. كذلك بعض الإصابات البسيطة في الجوينت في الماكسيلر. إذن هذه الصور نلاحظها
على أساس ترسخ الصورة أكثر، شايفين مباشرة، وخاصة كبار السن لازم أثناء الجلوس على السرير ياخذ وقت وبعدين بينزل من السرير. كذلك قلنا ظهور الكدمات مثل ما انتم شايفين في الصورة. إذا هنا كمان معايا إصابة أخرى، كس مغلق، كمان هنا في معايا كس مغلق واضح جدا. إذا لو نلاحظ الإصابة واضحة، تورم واضح، قلنا هذا من أعراض الكسور وهذا يعتبر كس مغلق. هنا نفس الكلام، في معايا إصابة واضحة، هنا كمان كسر مغلق، شايفين التورم. أما الكسور المتهتكة تكون ليست بشكل في مكان واحد الإصابة، لا، في تهتك في العظمة في أكثر من مكان. طيب عرفنا موضوع بسيط جدا، عرفنا فيه تعريف الكسور وعرفنا كيف انقسام الكسور، عرفنا تعريف الفرق ما بين الكسر والخل، والخل الكلي والخل الجزئي. نتطرق الآن إلى الإسعاف الأولي الخاص بالمصاب. إذا أول نقطة دائما بنقول نضع المصاب في الوضع المريح، أو بالأصح نحرر المصاب من الخطر. في حالة وجود إصابات بالرأس والعمود الفقري لا نحرك المصاب، وإذا تم نقله يتم نقله ككتلة واحدة على أساس نمنع حدوث المضاعفات. أو مصاب فاقد الوعي لا يتم نقله إلا ككتلة واحدة. نضع كمادات باردة على المكان المصاب، بعد أن نضع رباط أو فوطة رقيقة أو قطعة قماشية لحماية الجلد. لا نحاول إصلاح أو تعديل الجزء المشتبه فيه بالكسر، بالتالي لا نعمل تثبيت وليس تعديل. بالتالي إذا كان الكسر واضح نعمل على تثبيت الجزء الأعلى والجزء إيش الأسفل. كذلك لا تحاول تدليك أي جزء مصاب أو متورم، لأنه هنا بتولد آلام شديدة للمصاب. نثبت الجزء المكسور بالجبائر، هنا لا يمكن أن يهدأ المصاب، خذها قاعدة في الكسور، لا يمكن أن يهدأ المصاب إلا بتثبيت الجزء المكسور بالجبيرة، بناخذ إن شاء الله في المحاضرة القادمة الجبائر. إذا الإسعافات الأولى خاصة بالمصاب، إسعافات أولية خاصة بالوظائف الحيوية، العلامات الحيوية. دائما بنقول هذا الكلام قبل الكلام السابق اللي قلناه، مجرى الهواء يعتبر رقم واحد، بالتالي الاير واي فتح مجرى الممرات الهوائية خاصة في حالة وجود هبوط في وظائف التنفس. إذا وجدت سيارة الإسعاف نعطي أكسجين، في حالة وجود نزيف نقوم بالتعامل مع الحالة، أولا إيقاف النزيف، بعدين تثبيت الكسر أو وضع الجبيرة. كذلك في حالة الصدمة، مصاب ممكن يعاني من صدمة نقص التروية بسبب النزيف، كذلك ممكن المصاب يعاني من
صدمه نيروجيك شوك، صدمه عصبيه بسبب شده الالم، وبالتالي مثل ما تكلمنا سابقا لا يمكن ان يهدأ المصاب الا بتثبيت الكسر. بعد وصول سياره الاسعاف او المساعده الطبيه هناك بعض الاجراءات لابد من الانتباه لها. اولا عندما يصل المريض عفوا المصاب الى المستشفى او المركز الصحي يتم اعطاء المريض المسكنات لتخفيف الالم. بالتالي مهم جدا لانه قلنا بيكون الالم شديد خاصة إذا لم يتم تثبيت الكسر بطريقة صحيحة، فيظل الاحتكاك الجزء المصاب مع الجزء السليم، وبالتالي يولد لي إشارة عصبية، بالتالي الألم بيكون شديد جدا. في الطوارئ يتم إعطاء المريض المسكنات، نبدأ نعمل للمريض سوائل وريدية لأنه قلنا بسبب النزيف بيفقد كمية من السوائل، بالتالي ممكن يدخل بهايبوفيليميك شوك، صدمة نقص التروية. كذلك يتم تحضير الدم بحيث عند وصول المريض إلى الطوارئ مباشرة نضع له خط وريدي آي في كانيولا، بالتالي الآي في كانيولا الكانيولا هذه الفراشة لابد من وضع الفراشة، مهم جدا لأنه ممكن إذا كان في صدمة نقص تروية بعدين ما يحصلش معايا، ما بنحصل على وريد بسهولة. بعد كده يتم تنظيف الكسور المضاعفة أو المتهتكة. إذا لما نحط الفراشة في نفس الوقت نسحب عينة ونرسلها للمختبر، بيتم عمل بلاد جروب اللي هي فصيلة الدم، ونعرف كمان السي بي سي، نعرف الاتش بي كم نسبة الهيموجلوبين. وفي نفس الوقت إذا دخل المريض العمليات يكون الدم جاهز، مش يتم تركيب فراشة وإعطاء سوائل فيها وبعدين ننتظر ساعتين ثلاث أجا استشاري العظام قال عملية ويلا يسحبوا عينة الدم وينتظر مرة أخرى إلى تطلع النتيجة. لا، على أساس ما نأخرش المريض من أول ما يوصل الطوارئ يتم تركيب الفراشة الكانيولا ويتم إرسال عينة للمختبر، يتم طلب فصيلة الدم ونسبة الهيموجلوبين وكذلك فحوصات الفيروسات بشكل عام، الفايرال ماركر، الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي والاتش اي في والايدز، كذلك وظائف الكلى ووظائف الكبد. بعد كده نتأكد من سلامة وصول الدم للطرف المصاب وسلامة الأعصاب موجودة، وهذا يتم في تقييم المصاب داخل قسم الطوارئ بشكل عام والتأكد من وجود إصابات أخرى من خلال فحص المصاب في قسم الطوارئ. طيب بشكل عام عرفنا ما هي الإسعاف الأولي لحالة الكسور. الآن بننتقل إلى خطوة مهمة جدا بسببها تحصل إصابات كثيرة جدا، لابد من إرشادات وقائية للمحافظة على منع حصول كسور سواء في المنزل، في المدرسة، في الشارع، في العمل. بالنسبة للإرشادات، أولا في المنزل، منذ الطفولة يجب الالتزام ببعض الأشياء التي تمنع الحصول إصابة للطفل
ومراقبة تحركات الطفل داخل المنزل، وخصوصا عملية إغلاق الأبواب. كثير من الأسر يتم إغلاق الباب مع عدم الانتباه ليد الطفل أو إصبع الطفل موجودة على الباب، وبالتالي تحصل الإصابة. في المدرسة، دور المدرسة تعليم الأطفال قواعد السلامة العامة. يأتي دور المدرسة بعد دور المنزل، بالتالي مهم جدا الانتباه بكده. بالنسبة لسن المراهقة، نأتي للعمر الذي يلي سن الطفولة وهو سن المراهقة. إذن الوقاية بارتداء الحمايات عند ممارسة الألعاب الرياضية في سن المراهقة، كركوب الدراجات النارية بأنواعها والمزلجات في الثلوج وغيرها، يجب الانتباه لأدوات ارتداء أدوات الحماية. بالنسبة لسن الشباب، لابد من الالتزام بقواعد المرور. بالتالي عندنا مشكلة كبيرة جدا موجودة بسبب الإسراع، بسبب الإهمال للمركبات، بسبب تجاوز الخاطئ، بالتالي السفر كمان من منطقة إلى أخرى بدون عمل أي صيانة للمركبة. فبالتالي لابد من تفادي مثل هذه الأشياء، وخاصة الشباب دائما بيجي بشكل مسرع كبير جدا، وبالتالي تحصل إصابات كثيرة. المرحلة اللي بعدها سن الكبار في السن أو مرحلة العمل والعطاء، يجب الالتزام بقواعد السلامة، وخاصة لبعض المهن الموجودة، خاصة المهن التي تحتاج إلى ارتفاعات شاهقة مثل البناء والعمل في الأماكن المرتفعة. لابد من لبس أدوات الوقاية. بالنسبة لكبار السن، تقدم العمر ووهن العظام وهشاشة العظام، يجب التأكد من عدم وجود أي عوائق تعيق حركة كبار السن داخل المنزل، والانتباه من بعض الأشياء الموجودة داخل المنزل مثل السلوك أو الأشياء مثل السجاد وغيره موجود مثني بطريقة تعيق الحركة للكبير في السن، للجد، للوالد. لابد من أن الإضاءة تكون كافية أثناء حركة كبير السن، وعند القيام من السرير لابد أولا من الجلوس من ثم الوقوف قبل أن يقف الشيخ الكبير في السن. لابد أن يجلس بحيث ما يحصل معنا هبوط في الضغط الانقباضي، بالتالي يحصل معنا السقوط، وبالتالي بيحصل معايا الفيمورال فراكشر اللي هو يسمى كسر في عظمة الفخذ. كذلك عند السلالم لابد من وجود دعامات جانبية وفي دورات المياه على أساس الاتكاء عليها، ويجب التأكد بين أن الأرضية غير مبللة خاصة بمواد مزلقة، وجود دعامات جانبية عند حوض الاستحمام للاتكاء عليها. كذلك لابد من ممارسة الرياضة لدى كبار السن لتقوية العظام، وأخذ كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من هشاشة العظام والوقاية من نقص الكالسيوم
عفوا من نقص فيتامين د، وخاصة عند النساء. نكون هنا وصلنا إلى نهاية المحاضرة. المحاضرة بسيطة جدا، أهم شيء في المحاضرة تعريف الكسور ونعرف تقسيم الكسور وتعريف الخلع والخلع الجزئي والكسر المفتوح والكسر المغلق، كمان نعرف الإسعاف الأولي للكسور. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله عبارة عن الجبائر والأربطة، نعرف مع بعض كيف يتم تثبيت الكسر بالجبيرة وما هي أنواع الجبائر، كذلك نعرف ما هي أنواع الأربطة وما هي فوائد الرباط، ونستعرض بعض الإصابات مع بعض إن شاء الله. أي سؤال أو استفسار نتمنى طرحه في الموقع، ونحن مستعدين في أي وقت أن نكون مع بعض لإنجاح العملية التعليمية. نشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.